انهانسمنت ريزيلينس. ماشي يا جماعه؟ ممكن يبقى فيه ليمف نودز ممكن، الصوره دي ما فيش فيها. وكمان ايه؟ ممكن يبقى فيه كومبليكيشنز. ماشي؟ طيب رابع جزء في الجي اي تي هو الكولون. زي برضه السمول باول لازم يبقى فيه بريبريشن قبلها، والبروتوكول بينفع 5 مللي، وبرضه بتبقى ايه احسن حاجه هي الدكتور دينا سكس. الريكتال كونتراست ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، يعني ممكن ياخد اورال، وممكن برضه طبعا حالات الكانسر ريكتال وكده والبوست اوبرتيف ساعات بنقول ان احنا العيان ايه اللي موجود. ماشي يا جماعه؟ طيب الباثولوجي هناخد برضه النيوبليزيا والايه الانفلاميشن. النيوبليزيا في بناين تيومرز وفي مالجنانت تيومرز. الموست كومن بناين تيومر هو الادينوما. الادينوما دي غالبا بتبقى فيلوس، فيلوس يعني عامله زي الايه؟ زي يعني بطرودنج كده في اليوم. ماشي؟ يعني دي ما تمشي زي الدايفرتيكولا؟ تمشي زي الدايفرتيكولا، ما هي الدايفرتيكولا الدايفرتيكولا لا الدايفرتيكولا في الاوتر الدايفرتيكولا ده بيبقى بره بره الهول، لكن ده جوه اليوم. ماشي؟ الدايفرتيكولا من بره، الدايفرتيكولا الجديد ده طبعا ما جبتش سيرة الكلام ده خالص. ماشي؟ يعني بان بالسيتي برضه بس انا دي تمشي بولد. ماشي. ايوه ما هو البولد بقى ده الباثولوجي بتاعه ايه؟ بيبقى اسمه ادينوماتس بولد، بيبقى اساسا ادينوما. فالباثولوجي بناين تيومر. ماشي؟ غالبا هو بناين تيومر اسمه ادينوماتس بولد. في بعض حالات عيانين عندهم فاميليال بولبوس جروب، عندهم بقى ماسيف بولبوس، كل الكولون ده بيبقى مليان بولبس. دي بقى بتبقى طبعا ايه؟ بري مالجنت، يعني 100% بري مالجنت. لازم بيعمل هيموكروبيوتال كوليكتور، يشيل كل الكوليكتور. ماشي يا جماعه؟ احنا قلنا بقى اذا الفاميليا البولوبوزس ده بيبقى بري كانسر كونديشن وبيعملوا ايه؟ كوليكتور. ده يعني ممكن يبقى حاجه سنجل بولب، يعني ممكن العيان يبقى بريزنتد سنجل بولب وده بنسميه ادينوماتوس بولب، وممكن يبقى العيان بريزنتد بايه؟ فاميليا البولوبوزس ده بيبقى ايه؟ مالتيبل او ماسيف يعني. كلمه الفاميليا ديت ان هو حاجه ايوه يعني جينيتك يعني. ماشي. طيب المالينت تيومرز بقى الكولوروسكال كانسر هو الثيرد موست كومن كانسر، طبعا حاجه مشهوره جدا يعني كل يوم والتاني بنسمع عن حالات كانسر كله. التيومر مي هاف ان انيلوج ابيرنس، برضه الابيرنس بتاع التيومر كل الجي اي تي تيومرز يا اما انيلوج يعني فوكال انيلوج كده، او يكون ايه سيركمفرنشال وول سيجننج، يعني ممكن السيجننج يبقى على ناحيه اكسنتريك، او ممكن يكون انيلوج واخد كل السيركمفرنس زي الحاله دي اهي كل السيركمفرنس دي. لو عملنا لها باريوم كان بيقول ابل كو، دي لو عملنا لها باريوم هتبقى ايه؟ ابل كو. ماشي؟ او يكون ايه فونجيتنج ماس او مالجنت ألسر، يعني هي دي الكرايتيريا، يعني اي جي اي تي تيومر ما بيخرجش بره الاشكال. الاوبستراكشن از ا كومن فايندنج، برضه عيان الكانسر كولون بيجي بريزنتد بالسبينال اوبستراكشن. تيومر كان سبريد لوكالي يعني بينفيد بقى البلفيك وول والبلادر والبوست، يعني ايه السراوندنج ايه اوبستراكشن. ممكن كمان يبقى معاهم ميتاستاتيك لينف، يعني برضه ده كلام يعني دباجه موجود في كل، يعني لو جيت تبص في الاستومك هتلاقوا نفس الكلام. نفس الكلام هو الستيجنج بتاع التيومر، لازم بشوف ابص على الوول بتاعه اشوف هو واخد قد ايه من الوول، واشوف السراوند ستراكشر، واشوف في لينف مورسي ولا ما فيش، واشوف في ديستنت متاسس ولا لا. ماشي يا جماعه؟ الثاني باثولوجي في الكولون هو الانفلاميشن، والانفلاميشن اللي بيجي في الكولون ديزيز اسمه اكسترا كولايتس، برضه ده حاجه مشهوره جدا وكومن جدا من انفلامات الباول ديزيز. يبقى انا عندي انفلامات الباول ديزيز هما الاثنين ديزيز مشهورين قوي، الكونز بيجي غالبا بيجي في اي مكان بس غالبا في السمول انتستن وفي الاليان، وفي الايه الاكسترا كولايتس ده بيجي في الكولون. الالسر كولايتس ده من اسمه ألسرتيف، يعني ايه ألسرز. ماشي؟ كرونيك ديباسيك ديفيوز انفلاماتوري ديزيز ذات برايمري انفولفز كولوريكتال ميكوزا اند سبميوكس كاركتايزد باي ايه بان كولايتس، يعني عكس الكرونز كان بياخد سيجمنتال انفلاميشن، لكن ده ايه بان كولايتس بيجي بيأفكت كل الايه الكول. كاركتايزد كمان بايه بديكريزد هوستريشن، عارفين طبعا الكولون بقى عليه الهستريشنز، المنظر هو الثنايات اللي بتاعت الكولون ده بيتمسح، كل الهستريشنز دي بتتمسح. اوكي؟ ومالتيبل ألسريشنز في البريم. السي تي فايندنج في النانس سي تي او نان كونتر سي تي بيبقى فيه ديفيوز وسيمتريكال وول سيكننج اوف ذا كولون واليمنى النورمال، يعني بيبقى فيه زي ما احنا شايفين في الصوره دي كده سيكننج اوكي،
ونورمال وديفيوز بياخد كل الايه الكل. بالاضافه ان في وايدنج للبري ساكرال سبيس، يعني ادي الساكرم اهو، البري ساكرال سبيس ده بيوسع نتيجه ان طبعا نتيجه ان الكولون هو صغر وضيق فالسبيس ده وسع، وكمان في بروليفريشن للايه للفايبر فاتي ايه لاير، يعني شايفين الفات ده بقى كتير قوي اكسس فات. ماشي يا جماعه. في الكونتوس انهانسد سيتي كاركترستيك حاجه له كاركتر معينه هي الايه الهالو ساين او التارجت ساين اللي هي المنظر ده، شايفين انهانسمنت للايه للميوكوز الابيض، اول حاجه بيضه معانا اللي ايه اللي اتسلم عليها دي دي الميوكوز، اه بعدها الاسود دي الصب ميوكوز نون انهانسد ميدل ايه رينج اوف ايه صب ميوكوز. بعد كده اخر ليه خالص بره هي ايه السكلاروس بوبيا، بوبيا ديت ايه برضه بتبقى الباترن ده كاركترستيك جدا للايه للالسر اوف كلابس اهو، شايفين المنظر شايفين لوست فوستريشن، ما عادش في اي فوستريشنز خالص اوكي، وبقى واخد كل اللينس كله نو، وشايفين الانهانسمنت بتاع الميكوزا برضه جوه نفس المنظر ثلاثه ليرز ده. ده طبعا الايه الفيرشوال كولونوسكوبي برضه شايفين الايه مفيش فوستريشنز ونو. ماشي يا جماعه عشان تبقى اكثر كويس. احنا كده خلصنا اول جزء من المحاضره اللي هو اطول جزء. طب احنا ما خدناش الابندفايتس في الابندفايتس؟ اه انت عايز تاخدها يعني؟ لا يعني اصل بص قول انا هفضل حاجات طب اعرفها ازاي بس؟ انا الضوء يعني انا المحاضره اسمها سي تي ماشي، انا دوري هو السي تي. الابندفايتس دي احنا بنشخصها في القرارات والسمار. اه بيبعت سي تي بيبعت سي تي في الكومبليكيشنز بقى كومبليكيشنز عايز تشوف بقى في انتكلر ماس او انتكلر ابسس بليجمون يعني كومبليكيشنز فاهمني؟ فطبعا الموضوع هيبقى كده ادفانس. لو عايزين نعمل جزء تاني مفيش اي مشاكل يعني طلعوا كل اللي انتوا عايزينه. عايزين نعمل المحاضره كنا الاسئله بس الاسئله بقى الاسئله هتبقى من يعني الكلام هنا كتير ما شاء الله هو يعني من اي يعني سؤال يجي ازاي دكتوره ان يجي ايه السؤال المالجننت ايه يعني والبناين ايه هم ايه وخلاص. اه يعني مثلا هل الاستومك مثال مثلا هل الاستومك الموست كومن تيومر فيها الادينوكارسينوما ولا الليمفوما مثلا؟ هو هيبقى في سبوت؟ انا والله لسه مش عارف اصلا ده ايه معرفش. ام سي كيو يا دكتور ام سي كيو ام سي كيو ماشي. طب هل في جزء عملي؟ العملي ده امتحانه ازاي؟ فيلم بقى فيلم يعني كده مع الشفوي ما هو ده اللي سرنا الفن يعني هيبقى مع اه يعني في درجات شفوي في درجات عمل في درجات النظر. النظر المطلوب الاسئله ام سي كيو الدكتور خمس اسئله عن المحاضره بتاعته ماشي. الشفوي والنظر بقى الشفوي والعملي مع حضراتكم بقى مفيش بقى بس انا مش عارفه بقى تعملوا ايه هتقسمهم وهتعملوها زي ممكن يكون زي السنه اللي فاتت زي الكواليتي كده بتبقى اه يعني الكواليتي قسمونا كل مثلا